مساء الانوار مشاهدين، لاباس؟ كيف بقيتوا؟ اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه ديال الدجاج مشرمل على الطريقه المغربيه، ونوريكم المكونات اللي عندنا. ونذكر التوابل اللي غندير بهم الشرموله. كاين راس كبير ديال الثومه محكوك، عندنا الخرطوم، شويه الزعفران، الملحه على حسب الذوق، القزبر مقطع ومدخوق بشويه الملحه، قزبر يابس مدخوق، سكينجبير، راس ديال الثومه كبير، نص كاس ديال الحامضه، الزيت ديال المائده وزيت البلديه. وندوزو للشرموله ديال الدجاج. تابعوا معنا الطريقه. وندوزو للشرموله. نبداو بالحامض، نعصر نزيد شويه ديال زيت المائده، نخلط زيت البلديه، جوج معالق كبار، ثمن جوج معالق كبار، نزيدو الثومه، نزيدو الخرقوم والزعفران، نزيدو الملحه حسب الذوق، اللي بغا يملح يزيد شويه، اللي مبغاش يدير، نزيدو سكينجبير، نزيدو القزبر يابس، ونزيدو القزبر الخضر المقطع، كتخلط مزيان، نستمرو كنخلطو، كتخلطنا مزيان التوابل نتاعنا. نبداو نشرملو الدجاجة نتاعنا، من جميع الجوانب، ندخلو الشرمولة لداخل الجناب، نستمرو نشرملو الدجاجة أخرى. هي نفس الطريقة، شربوها مزيان، ندخلو في الجوانب الشرمولة، نستمرو كنشرملوها حتى الأخير. غادي نخليوها ترتاح واحد الساعة في الشرمولة، وندوزو نطيبو الدجاج نتاعنا. هاهم ارتاحو 3 سوايع، غادي نرجعو باش نصبو الدجاج نتاعنا بالشرمولة. وعندنا المكونات، كاين الزيت، كاين حامضة مصيرة، وكاين اللوز، وجوج بصلات مشردين، اللوز والحامضة للتزيين، وتزيين حسب شنو عندك اللي بغيتي تزين بيه. يلا حنا معاكم نديرو دابا الزويته، حنا نديرو الدجاج نتاعنا دابا، نكبو هاد العطريه اللي توابل وكتفنا بها، الا شفنا ناقصه نزيدو شويه ديال، نزيدو بصله مشلضه ثمن جوج بصيلات توسطين. بعد ما درنا البصله نتاعنا، وغادي نوريكم هذا البصله نتاعنا، غادي نوريكم هذا الليمونه مصيره، النص راه قبيله قلت لكم غنديرو تزيين، النص غنديرو في الدجاج، والنص غادي نزين به. ونمشيو نديرو الدجاجة نتاعنا فوق البوطة. مشاهدين غادي نشعلو البوطة نتاعنا،
الكوكوت ندير الدجاج نتاعنا يطيب. هذا ما يتقلى شويه وانت مقدرو. بعد ما سخنت الدجاجه نتاعنا الاخر صافي مشاهدينا، غادي نزيدو قياس ديال الماء وغادي نخليها طيب ونتلاقاو بعد ما تطيب الدجاجه نتاعنا. الدجاجه نتاعنا طابت اليوم، طابت شوفو الضميره نتاعنا شحال حمرو. غادي نحيدو الثانية باش نحمرهم بجوج، نخليو المريقة نتاعنا تغمر تقلى مزيان ونتلاقاو في الأخير. حنا غادي نديو الدجاج ديالنا يتحمر في الفران، نديرو شوية زبيدة ونديوه يتحمر. المهم هاهي المريقة كتغمر تقريبا كتغمر. الضميرة ديالنا ها هي وجدات، هانتوما شفتو كيفاش ولات، ها هي هانتوما ولات خاطرة. بعد ما سالينا الدجاج نتاعنا حمرناهم، غادا نغرفو الطريقة نتاعنا ونديرو اللوز نتاعنا نزينو بيه. زينا الطبق ديالنا، زدنا شويه ديال الزيتون وانتوما معنا تنكملو. وزدنا الهريسه، بسلاد الهريسه انتوما كتشوفو. ومرحبا بكم، كنهدي بكم هاد الطبسي، مرحبا بكم. وإلا عجبتكم الأكلة شاركونا وديروا لايك وبارطاجيو مع العائلات ديالكم باش يوصلكم كل جديد. ومع السلامة المشاهدين، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.